وبعد ما شفنا مع بعض تقرير البست سيلر، تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض تقرير لطيف جدا عن رواية حديث الصباح والمساء للكاتب الكبير العالمي نجيب محفوظ. وطبعا هي واحدة من أشهر رواياته وتحولت لمسلسل أعتقد أن كلنا شفناه، وكان المسلسل ده بيحمل نفس اسم الرواية وهو حديث الصباح والمساء، وحقق نجاح كبير جدا جدا وقت عرضه، وهو بيعتبر كمان علامة مهمة جدا من علامات الدراما المصرية. كان في كم كبير جدا من النجوم. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول. رائعة من روائع الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، رواية حديث الصباح والمساء واحدة من أهم وأشهر رواياته التي تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً وقت صدورها، كما أنها لقت اهتماماً كبيراً من جانب النقاد والقراء والمثقفين. تدور الرواية حول عدد كبير من الشخصيات التي تمكن أديب نوبل نجيب محفوظ أن يربط بينهم بشكل مثير للقارئ، واعتمد في ذلك على فكرة شجرة العائلة وتعاقب الأجيال. أبرز من خلال أحداث الرواية كيف يختلف تفكير الأحفاد عن الآباء والأجداد، وأهم التحولات الاجتماعية التي طرأت على المصريين خلال الفترة التي تدور فيها أحداث الرواية. تعد هذه الرواية مرآة لحياة الإنسان في كل مكان وزمان، حيث نفس البداية ونفس النهاية، كما أنها تهدف إلى التأكيد على أن الموت هو الحقيقة الأولى في هذه الحياة، وأن عمر الإنسان بين صرخة منه وقت ولادته وصرخة من الآخرين وقت وفاته. جذبت الرواية صناع الدراما وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني يحمل نفس اسم الرواية، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير جداً من النجوم، وأصبح تتر هذا المسلسل بصوت الفنانة أنغام من أهم تترات الدراما المصرية.